ديك حنا خص الشعب المغربي، حنا غنتفاعل معاك وخا من الناس اللي صوتوا قبل، ولكن انا نعرف الشعب المغربي حنا ما صوتناش عليهم، حنا ما كبرناهمش، لان اللي واجع عليهم انهم يصوتوا 24 مليون مغربي، المغاربه اللي مشاو يصوتوا 6 مليون، اذا 13 مليون ما مشاش هادو هما فهمتيني، اذا هذا واحد. جوج لان هما كيراو على الشرعيه، هذا واحد حنا شحال مثلا الانتخابات الشرعيه كلها مليون، مليون و 24 يعني 4%، يعني 96% ما طلعت من الانتخابات واحد اخر. اذا هنا كنقول على صالح القاره خاصنا نسالو ديك 18 مليون علاش ما مشاتش؟ لان بعض الثقه في اللعبه كلها. اذا خصنا قواعد اللعبه نشوفو معاه شويه نبدلوها شي شويه. كاين قوانين، واش ما كاينش واش الدوله عاش على ان هذه القوانين بحيث انه هذاك اللي غيكون في الانتخابات ما غيكونش غيعطيني الدرهم. هذا الحزب اي حزب يعطي شي واحد يعطيني الدرهم الله يعذبوه، لا هو لا لا لا، لان هذا الحزب اللي غيعطي واحد هذاك راه شفار اوتوماتيكمون. اي مسؤول كيزيد الانتخابات وكيعطي الفلوس اوتوماتيكمون كيقول انا كنعطيك 100 درهم راه اول ما نطلع نعطيك 100 درهم بعدا وعاد نشوف شنو غدي اوتوماتيكمون كنعطيك راه شفار. والدولة عارفة هادشي، إذا هو ما تبدل الدولة خص الدولة دير قوانين. هذا اللي كتقول أنت 63 هو في البرلمان معروف بطبيعة الحال. علاش ما نديروش قوانين؟ درتي جوج ولايات ثلاثة ولايات ما عندكش الحق تزيد الرابعة. علاش ما نديروش قوانين؟ ما يمكنش نفس الحزب في نفس المدينة وتلعب راجل وراجل وكلو. ما راه غير هنا حدانا غير في الجهة. هو معروف ودير قوانين. وكتب حزب الحاكم كاين هو ومسيبتو ومراتو وكذا وسيرو سيرو وطلعو زوج مختارين وداكشي عمرك داكشي راه هنا باش كتبت واحد السميه هادي واحد اليومين راه إلا ما بغيتوش نبخسو على المؤسسات وراه هاد المؤسسات هي خاصها تحترم راسها من البرلمان اللي كيشرع خاصو يشرع لي أنا صالحي أنا كشعب مغربي ماشي يشرع على راسو ملي كيشوف التقاعد ديالو كيقول لا التقاعد خط الأحمر ديالو هو، ملي كيشوف التقاعد ديال الشعب كيقول لا الميزانية ديال الدولة لا تحتمل خصنا نقصوكم شي شوية. ملي كتجي المسائل ديالهم هما الدولة بخير وقضى على هذا الخلص، ملي كتجي عند المساكين لا، ملي كتجي صندوق المقاصر حيدوه فين هو الدعم للمساكين، ملي كتجي تحرق الأسعار البترولات فين طالع روح ليه وما كيسوى والو في السوق العالمية ولكن احنا يوميا طالع. إذا راه هذا الكلام صنع قرار راه خصو شوية ديال تبعت ورزانة وشوفوا هذا الشعب راه ساكت ومسكين وكذا ولكن راه الضغط يولد من الانفجار ولا 11 ولا 20 فبراير الناس بخير ولا خير راه حتى واحد ما كيتضايقش ممكن يوقع المحبة لا وأنه هذا الشعب مسالم بخير وعلى خير عطيه غير طريق الخبز ويقول لكم الله يرحم لك الوالدين يبغى عطيه طريق الخبز الخبز هذه بلاد كاينه يعني الثروه في هذه البلاد كاينه المدخول كاين الثروه السمكيه الثروه الماليه الثروه الفلاحيه الثروه يسيدي عليها اكثر من البترول والسمك اكثر من البترول الذهبيه اكثر من البترول والالماس اكثر من البترول الحديد اكثر من البترول وسير 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 ومازال كثير من الاراضي اللي ما مستغليناش نتمنى واحد المشروع اللي قالوا وزير الفلاحه يكون فعلا مشروع ماشي غير عند الحديث ديال وجود هكا هو ديال توزيع ديال مليون هكتار على الفلاحين الصغار هذه ما كاينه طيبه اذا بحال القرارات اللي ممكن تاخذها الدوله مثلا السكن راه غير مزرعه في المغرب والدوله تاخذ القرار وتعطي شويه فين يسكن بلادهم ما تسيبناش انا موظف سنه 8 في هذه الجامعه في 10 في 15 عام ومازال ما حصلتش على سكن مازال كاينين اللهم هذا هو هكا خصك ضروري تبقى باش تهضر شنو باش دير هذا باش دير الدار باش دير الطوموبيل باش دير هذا وانا كنت شنو 8 15 عام شنو 8 وما عندي لا دار لا طوموبيل لا والو واحد اخر شنو غايشوف شنو غايقول لي لا لا حيا في ولا كذا كاينه موجوده تعطي الدوله تعطي حلول كاين حلول كاين حلول اجتماعيه اللي ممكن تهز هاد البلاد وتهز كذا ونمشي كيغيب حالنا وكيغيبنا نفسنا ملي كتشوفوا رواندا البارح كانت فيها جماعة المجاعة وفي مصلات
ملي كتشوفوا اليوتيوب ديال كاين فيها جماعه وفيه المجاعه وفيه وسط ملي كتشوفوا دول اخرى ملي كتشوفوا تركيا ملي كتشوفوا مجموعه ديال الدول ملي كتشوفوا الصين براسها ملي كتشوفوا اسبانيا براسها وراه الى حدود السبعينات كنا احسن بكثير من مجموعه ديال الدول اللي فاتت. دير الخطه الثانيه دير الفرطه الكبر انت عارفهم وحنا عارفينهم الأغلبية السحقة اللي ذيك المجلس الأول لا هذا ولا اللي دات ولا تقدر منه ولا تقلق منه الأغلبية السحقة ديالهم شفار بلا شفار ولكن فينا هي المحاسنة نجيو جماعة فاس ملي طلعوا على واحد 74 تاع الأعمال الاجتماعية 15 عام وهي كتشد 85 مليون سنتيم في العام كمنحة شنو كدير بها الله أعلم حتى حاجة كيصد منها المنطق الجماعي وعندها ممتلكات بالملايير وسولنا عليها هاد الجامعة ودابا هما راسلين هاد الجامعة ودابا هما راسلين حتى للسيد الوالي ودابا هما خدام الولاية حتى الجبنة فيها ممتلكات ديال الدولة ديال الشعب هذا اللي كيترفع عليه نتوما الجمعية ديال الهدمة لها كيهرب في بلاد ديال الجمعية ديال ممتلكات سايبة قبالة الجامعة ديال البلاد 1500 متر كاين جوج بلاد في المزدان شكون واحد فيهم كيستغلهم الله أعلم باش ما تعملش معايا كاين قهوة اللي في الراس كتغدى نادي السكاكين نادي ديال المنطق الجماعي في حين تفوتات في ظروف وكذا بطريقة معقدة القهوة فيها دابا بعشرين درهم وسير وسير كاين مركب الترفيه ديال الكواليب اللي حدا عين قادوس كغادي نتا هو مركب الترفيه ديال المنطق الجماعي في قاعة الحفلات وفي البيسينات وفي كذا كذا تفوت عاود عاود المهم الناس ما كناش عارفها غير في هذا المجلس مجموعة المستشاري إلا جبت معاهم الحساب لا لا المجلس المجلس الصادق المجلس اللي قبل منه شوفوا غير شحال دخلوا حنا نعرفوهم لواحد لواحد كيف كانوا باش دخلوا كيفاش خرجوا كانوا هما كيكسبوا كيعلموا يقول عندهم دي ملياردير عندهم مدارس حمراء عندهم فيلات عندهم طوموبيلات عندهم كذا 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 وهذا الشيء كيف كان كتحاسبنا إذا ما حد ما درنا ربي مسؤولية المحاسبة مع عمر هاد الولاد زي الخدام مهما درنا الرجل المناسب في المكان المناسب ما عمرها البلاد زي ما قدام ما حد ما نصرنا المناضل والرجل السابقة وعقبنا انتهاز الوصول عمرها البلاد زي ما قدام وتحيي المال.